هاي هاي، تعالوا بقى النهارده نوريكم بقى يا جماعه الاكل في المطعم. الغدا هنا جامد قوي، فتعالوا يلا بينا. بصوا اهم حاجه الكارت ده يا جماعه عشان دايما بنساه، فلازم ناكد عليه. وده شكل الفندق يا جماعه من تحت، روعه بجد يا جماعه. الفندق مساحته كبيره جدا وجميل احنا جدا. بنتوه فيه اه اصلا، في حاجات حلوه كتير هنوريها لكم لسه بجد. لا الغرفه دي احنا في اللي فوق دي بقى. انا اكتر حاجه مبسوط منها الجو، انه حر صح؟ ايوه انا وحشني وحشني الصيف جدا، زائد ان البرد كان تعبنا، وانا جاي عندي لا برد وعندنا حاجات كتير، بس الناس بتاع الجو تحفه هنا بجد يعني. انا مبسوط. هنا ده بقى شكل المطعم من بره، ده بتاع كفته بيشوي بره، وده طبعا هي بقى خدت الحاجه، في طبعا رز ومش عارف دي مش عارف بقى الحاجات دي يا جماعه، انتوا اكيد ادرى مني والله. وبس معظم الحاجات خلصانه، لان احنا طبعا دايما يعني بتبقى متاخرين مش عارف ليه بنيجي متاخر. ده بقى اللي عجبنا قوي يا جماعه الكشري، بس للاسف محدش جربه كشري يا جماعه. هنا بقى دي المكرونه، تعالوا بقى اوريكم الطريقه بقى. بصوا بيعمل المكرونه ازاي، بتطلب على حسب انت عايز ايه وبيحط لك ايه يعني اللي انت عايزه. حبيب لا لا. وهنا بقى كنت طلبت بيبسي عشان ناكله مع الاكل. وهنا بقى دي العصاير اللي موجوده، وطبعا اي حاجه انتوا عايزينها بتبقى موجوده هنا. ده بقى طبعا خلاص هي جابت الكفته وقاعدين بناكل. كلنا يا جماعه ده الاكل اللي احنا كلناه، الاكل تحفه يعني لغايه دلوقتي الاكل تحفه. هنا بقى دي حاجات غريبه بقى شفناها، واحنا بقى ايه بنحل بقى، لقينا موز تقريبا كان بيعمل ايه، بيسموه ايه، موز مسلوق، موز مقلي، موز مقلي مش عارف اسمه ايه، وقال لي اسم تاني مش عارف يا جماعه. الموز المقلي ده تعالوا بقى دلوقتي احنا اول مره نجربه، موز مقلي كده وحطت عليه عسل تقريبا صح؟ لا خليته يحط لي نوتيلا، لا غيره كان، ما هو محطوط عسل. لا ودي يا جماعه دي الحلويات برضك كانت خلصت من حلوياتها. هنا كده خلصانه اهو، وده لسه ده كله بيقلي الموز المقلي ده كده كان خلص يا جماعه. وده الهبه، وطبعا هبه لازم تفتي بردك وتحطي نوتيلا. افتي ليه؟ ما انا دايما باكل الموز بالنوتيلا. ايه دوقي. عادي لا لا سوق الريكن صح؟ ايوه ما حبيتهوش.